السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف أربع مواقع مفيدين للانتيريور ديزاين. ده موقع اسمه روم جي بي تي. تبدأ ترفع الصورة وتختار الحاجة اللي انت عايزها، عايز مودرن، عايز كلاسيك، عايز أي تصميم انت عايزه. خلينا مثلا نختار صورة كده وليكن مثلا الصورة ديت. هو بيقولك انت عايز تستخدم الصورة دي كإيه، فأنا هقول له مثلا كبدروم. طيب فبيقول لي اختار الديزاين اللي انت عايزه. خلي بالك انت ليك ان انت تختار اكتر حاجة، اربعة، لكن ممكن تختار حاجة واحدة. تمام، يعني انا مش عايزها كده، انا عايزها كده مثلا كاجوال. وهقول له اعمل لي الديزاين بتاعي. انت ليك كريديت عدد معين، وبعد كده تبدأ ان انت تشتري اول ما الصور بتاعتك تخلص. فاعمله لنا بالشكل دوت. تمام، غير لنا التصميم ده للتصميم دوت. لو مش عاجبك تقدر تقول له اعمل ريديزاين، بس هتخسر نقطة. كان مديني 3 بقى 2 دلوقتي. تقدر تعمل داونلود للصورة ديت لو انت حابب. هو كتب الاسم بتاعه على الصورة. طيب في موقع تاني اسمه ري ايماجين. تمام، هقول له سبميت. هو عايز الحروف بالانجليزي، واقول له يلا. دي الصور قبل وبعد، الصورة الأصلية، وقدر ان هو يعملها بالشكل ده. يعني هتدي له صورة مفيهاش اساس خالص، وهو يبدأ ان هو يفرشها لك، او لاندسكيب، او اوبجكت ريموف. تقدر تحذف جزء معين زي الترابيزة ديت. طيب هقول له ان انا عندي حاجة عايز اشتغل عليها. طيب بيقول لي ابدأ ارفع، اختار انهي واحدة في البال اللي انت عايزها. دي امتي، وهنا يكون فيها شوية حاجات. طب هقول له ستارت ديزاين. بيقول لي ابدأ ارفع الصورة. هنختار نفس الصورة عشان انت تحكم اني واحدة فيهم اللي عجبتك. وبعد كده بيقول لي انت عايز اني نوع، عايز ميديا ستادي. خليها ماشي، خلينا نغير. اقول له مثلا انا عايز كيدز روم. بص بقى هو بيعمل ايه، بيبدأ يشوف ايه العناصر الأساسية اللي مش هتتغير زي الحوايط، وايه الحاجات اللي ها ممكن انها تتغير. بيقول لي اختار الزيم اللي انت عايزه. طيب الكالر، تقدر ان انت تختار الوان معينة بالشكل دوت. واقول كونتينيو، واقول له جنريت ديزاين. فعمل لي التصميم بالشكل دوت. تمام، عمل لك 4 تقدر تختار. عمل لك ده الاصلي، وعمل لك 3 كمان. تقدر تختار انا واحد فيهم اللي انت عايز تكبره، تعمل له شير، تعمل له داونلود زي ما انت عايز. نروح بقى لتالت موقع ونقول له ان احنا عايزين نبدأ نعمل مثلا. بيقول لك انت عايز انتريور بيدروم ولا ليفينج روم، ولا التولز اللي موجودة، سبيس جنريتور، عايز ستايل ترانسفير، عايز ايديت اند فيل اوبجكت. وليكن مثلا هنختار دوت، نديله ستايل معين ونقول له غيره لنا الستايل تاني. فبيقول لي اعمل ابديت للصورة، ابلود للصورة، ارفع صورة من عندك، وانت عايزها تبقى ايه بالظبط. وطبعا عنده انتيريور واكستيريور. رفعت له الصورة اكتر من مرة لكن هو مش عاجبه الصورة، فاخترت صورة تانية. فبيقول لي اختار ستايل ريفرنس. فالأفضل ان هو يديني الأسامي. يعني ستار ريفرنس دي مش عجباني، اديته كذا حاجة مش عجباه برضو.
ممكن يكون في حاجة مشكلة في جودة الصورة. طيب هي نفس الفكرة. طيب خلينا نشوف الموقع دوت، وده موقع مصري mnml.ai. ممكن تديله سكتش ويحولها لك لصور او اكستيريور اي اي او انتيريور اي اي، دي كلها امكانيات موجودة في الموقع. خلينا نقول له انتيريور اي اي، ويقول لي ارفع الصورة. نبدأ بقى نختار صورة مثلا زي كده. وبعد كده هتلاقي الروم تايب اللي انت عايزها، عايزها مثلا كيتشن، عايزها بيدروم، عايزها هوم اوفيس. طيب الستايل اللي انت عايزه تبدأ تختار بقى من هنا اللي انت عايزه، الروم ستايل، ايكيا بلاش. طيب هقول له جنريت، هو يبدأ يعمل لنا الصورة. وعندنا بقى اختيار بين البالانس والكرييتيف، تقدر تختار ايه اللي انت عايزه. عمل لنا الصورة بالشكل دوت. طيب خلينا نغير، نقول له مثلا ابدأ شوف بقى التعديلات اللي انت عايزها، مثلا هوتل روم مثلا او هوتل لوبي، قول له جنريت وتشوف الصورة، ويمكن انت تسيبها في اللايبراري او تعمل لها اب سكيل.